السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نكمل وياكم عن الأذر تايبس من الليبيد لورنج ايجنت اللي هو بايل اسيد سيكويسترنت اند الفايبريتس. نبدأ بالبايل اسيد سيكويسترنت. الميكانيزم او الدراج اكشن مالتها اكت باي بايندينج البايل اسيد بريفنتينج ذير ري ابسوربشن thus promote hepatic conversion of cholesterol into bile acid. راح تقلل الكوليسترول بهذه الطريقة، فهذا الجروب راح يقلل الكوليسترول. لكن الجروب الآخر اللي هي الفايبريت تشتغل أكثر شيء على الترايجليسرايد. بالنتيجة راح شيء يصير عندهم ال LDL receptor activity of liver cells increase. وبالتالي من راح يزداد ال LDL receptor activity راح يزيد ال clearance of LDL cholesterol from the plasma. عندنا هذا الجروب بكوليستيرول والكوليستيرامين وكوليسيبيلام. هذا الجروب مثل ما قلنا ريموف بايل اسيد بايند البايل اسيد ريموف فروم انتيريور هيباتيك سيركوليشن اند ذس اكستريتد ان فيسس. راح يقلل ال دي ال كوليسترول، اتش دي ال كوليسترول راح يزداد، لكن اكو زياده راح يصير عندهم طفيفه بالترايجليسرايد. المين سايد افكت لهم هي هذا الجروب ما يصير فيه ابسوربشن، فبالتالي سايد افكت مين اللي مالتهم راح تصير جي اي تي سايد افكت اللي هي كونستيبيشن دياريا بلوتينج اند فلاتولانس. هذا الجروب بايند وذ الفات سوليبل فيتامين، فبالتالي راح يصير عندهم نقص بالفيتامين اي ودي واي وكي والفوليك اسيد. فبالتالي اذا احتاج فتره طويله من البايل اسيد سيكوستريت لازم احتاج سبلمنت من هذه الفيتامين. نفس الحاله بالبريجننت والبريست فيدنج همينا نستخدمهم في كوشن لنفس السبب، لانه انترفيرنس وذ فات سوليبل فيتامين. السايد افكت ذكرناها اللي هي مينلي جي اي تي سايد افكت. اكو انكمان اللي هي الابيتايت ديكريز. الكونترا اديكيشن في حال عندهم بيشنت عنده كومبليت بيلاري اوبستراكشن، لانه ما راح تفيدهم بهاي الحاله، فلذلك كونترا اديكيتد. بالنسبه للدايركشن فور ادمنستريشن هاي تتطبق على اذا عندي على شكل البايل اسيد سيكوستران تجي على شكل باودر، اغلبها تجي على شكل باودر. فنفهم البيشنت انه الكونتنت اوف ايتش ساشيت لازم ميكس ويز ووتر على الاقل 100 مل او other liquid suitable liquid، مثلا فروت جوس عصير فاكهة او حليب خالي الدسم او ممكن سوب او مثل ما يوغرت او سيريالز، على الاقل لازم 100 مل من الفلويد. patient and care advice هاي تطبق ايضا على الجميع، اللي هي انه لازم يفهم على ايش قد يحل الكمية الساشيت، واضافة انه هي عندها دراج انتراكشن ويا هواي ادوية لانه تمنع الابسوربشن مال هذه الادوية، فلازم نخلي فترة وقت ما بين البايل اسيد سيكوستيرنت وما بين باقي الادوية، اللي هي اما نستخدم ساعة باقي الأدوية، أما تستخدم ساعة قبل البايل أسيد سيكوستيرنت أو 4 ساعات من بعد البايل أسيد سيكوستيرنت، خاصة الوارفارين. الكوشنري والأدفايزر ليبل اللي هي رقم 13 اللي هي تقول ميكست أو ديزولف ويذ ووتر. الكوليسترول وعندنا الكوليسترامين اللي هي الانديكيشن مالتها خاصة الهايبر ليبيديميا اللي ما يستجيب للدايت والاذر ابكوريت ميجرز، لانه الكوليسترول الليبيد لونج ايجنت الفيرست تشويس هو الستاتين، ما فاد نستخدم هذه الانواع الاخرى. اللي عندنا الكوليسترول يجي على شكل جرانيولز تنط على شكل 5 جرام مرة او مرتين باليوم، نزيد حسب الريسبونس مالته شهريا لمدة يعني 5 جرام نزيدها شهريا لحد ما نوصل ماكسيموم 30 جرام. والكوليسترامين 4 جرام ديلي هم تجي على شكل ساشيت، نزيدها هم من 4 جرام كل اسبوع، راح نوصل الى الماكسيموم 36 جرام بير دي. طبعا هذا الكوليسترول اللي هو موجود على شكل تابلت 1 جرام وموجود على شكل جرانيولز 5 جرام اكياس، وهذا الكوليسترامين هذا موجود اسمه تجاري معروف هو كوستران، موجود همين على شكل ساشت 4 جرام. هذا الجروب الاول من الليبيد لونج ايجنت. عندنا الجروب الثاني اللي هي الفايبريتس. الفايبريتس بها عده انواع، البيزا فايبريتس، سوبر فايبريتس، فينو فايبريتس، وجين فايبروزيس.
هذه الفايبرات مثل ما قلنا ان هي اكت مينلي باي ديكريزنج سيرم ترايجليسرايد، عندها فاليبل افكت على الار دي ال كوليسترول، يعني مينلي اكثر شيء تقلل لي السيرم ترايجليسرايد. لكن هي على الرغم انه هي تقلل لي الريسك اوف الكورنر هارت ديزيز، لكن انه اذا كان عندي بيشنت يعني الفيرست تشويس اللي هو الستاتين كبرايمري بريفنشن، لكن البيشنت اذا كان عنده ترايجليسرايد اكثر من 10 ملي مول بير ليتر في هذه الحاله راح نعتبر الفايبريت كفيرست تشويس ايجنت. السايد افكت لهذا الجروب مينلي جي اي تي سايد افكت، يصير عندهم هدك فتيك وميليجي. Thirdly, اكو اذر رايت سايد افكت اثر ليجي هاربر سنسيتيف ريكشن انكلودنج راش اند الانجيو اديما وهيباتايتس هاي رايت. واكو بعد فيري غير اكثر اللي هي البنكرياتايتس والكوليثياسيس والكوليسيستايتس والثرومبوسايتوبينيا وريست كرياتين كاينيز مايوباثي اند رابدومايلايسيس. نجي على اول واحد اللي هو البيزا فايبريت. هي كجروب تستخدم الفايبريت اذا كان بيجي عندنا ميكس هايبرليبيد يعني كوليسترول صاعد والترايجليسرايد صاعد، وراح نستخدمها في حالة ايضا كاجنت للدايت والاذر ابوكويت ميجرز في حالة السيفير هايبر ترايجلسترايد هنا أنا اذا كان عندي immediate release تابلت نستخدم على شكل 200 ملي جرام 3 مرات باليوم، لكن اذا موديفايد ريليز 400 ملي جرام مرة واحدة باليوم كافية. الكونتر انديكيشن هي بيشنت اذا كان عنده كول بلدر ديزيز، اذا كان عنده هايبر البومينيميا، اذا كان عنده نفروتك سينام، واذا كان عنده فوتو سنسيتيفي الفايبرات، يعني هو اصلا قلنا يصير عندهم راش ويصير عندهم سكن الرجي، ياثر لازم مونيتورنج يسوي للليفر فاكشن تيست وللرينال فاكشن تيست. Correct the hypothyroidism before initiating the treatment. The interaction موجودة عندكم بالبندكس 1. كهذا الجروب بالنسبة للبريجننت والبريست فيدنج افويد. بالنسبة للرينال امبيرمنت لازم اقلل الدوز او اسوي دوز ادجستمنت، وبالنسبة للهيباتيك امبيرمنت هم لازم افويد حالة السيجنفيكنت امبيرمنت. مونيتورينج لازم يسوي مونيتورينج للليفر فاكشن تيست قلنا وللرينال فاكشن تيست، وعندنا للكرياتين كاينيز هم لازم يسوي له مونيتورينج خاصة إذا استخدمناها in combination with statin، لأن السايد افكت راح تكون هنا مضاعفة خاصة التأثير مالتهم على المصل. الكوشن وادفايزر ليبل بالنسبة للبيزوفايبريت 21 و25 اللي هي with food، وال 25 إذا كان عندنا modified release اللي هي do not chew لكن يعني swallow directly اللي موجود على شكل كبسول 400 ملي جرام وحباية 400 ملي جرام. واكو بالنسبة للتابلت ماكو 25 اللي هي مال modified release اللي هي do not chew، فقط with or after food 200 ملي جرام موجود على شكل تابلت. هذا البيزا فايبريت اللي هي حباية 200 ملي جرام، وإذا كان عندنا modified release tablet 400 ملي جرام، وهذا immediate release tablet. الفينوفايبريت نفس الحالة، إذا كان patient عنده mixed hyperlipidemia نستخدمها ويا الستاتين، وهم نستخدمها إذا كان عنده severe hypertriglyceridemia. إيش قد الفينوفايبريت؟ إذا سامعين بالاسم التجاري مالته اللي بانكيل، موجود على شكل كبسول 200 ملي جرام، ممكن نزيد لحد 267 ملي جرام، موجود على شكل تابلت اللي هي 160 ملي جرام الدوز مالتها. الكونتر انديكيشن نفس الحالة، كوركت من الهايبرثيرويديزم بفوت انشيرينج تريتمنت، والمهم ان الكونتر انديكيشن حالة الجول بلادر ديزيز والبنكرياتايتس والفوتو سنسيتيفيتي للكيتوبروتين. بالنسبة للبريجنت بس فيديو هيباتيك والرينال نفس باقي الفايبريت هم كلها افويد، والرينال امبيرمنت راح تحتاج دوز ادجستمنت حسب الكدني فاكشن. بالنسبة للفينوفايبريت هنا راح نسوي مونيتورنج، هذه مهمة المونيتورنج. بالنسبة للليفر فاكشن تيست لازم خلال اول سنة انا كل 3 اشهر لازم اسوي ليفر فاكشن تيست، واشوف اذا الليفر او الليفر فاكشن تيست زاد اكثر من 3 مرات من الحد الطبيعي لازم اوقف الفايبريت. واذا كان السيرم كرياتين ليفل خلال اول لازم هم نراقب سيرم كرياتين ليفل خلال اول 3 اشهر، اذا زاد بنسبة 50% اكثر من الحد الطبيعي هم لازم نوقف الفينوفايبريت.
with food همينة موجودة على شكل تابلت قلنا 160 ملي جرام وبالنسبة للكبسول أكو 67 ملي جرام وأكو 200 ملي جرام. هذا الباكي هذا اللي معروف جدا موجود بالصيدليات 200 ملي جرام أكو 267 ملي جرام وأكو حباية على شكل طبعا هذني على شكل كبسول لكن هذا على شكل حباية 160 ملي جرام. أكو مرات تجي كومبينيشن جاهزة اللي هي يعني الفينو فايبريت ويا نوع من أنواع الاستاتيا مثلا عند هنا واحد من عندهم الأتربة استاتيا لكن هنا راح يصير مثلا مضاعفة أحتاج للليفر والرينال وللمصل فاكشن اللي هي عن طريق الكرياتين كاينيز بقيس الليفر مارتر. آخر واحد بالفايبريت اللي هو الفايبروزيل هم نفس الاستخدامات اللي هو اللوبيت إيش قد موجودة الحباية هي 600 ملي جرام. قلت الدوز مالته هنا 1.2 جرام معناها انه حبايتين يعني حبايه مرتين باليوم مينتينس من 0.9 يعني من حبايه ونص الى حبايتين باليوم. تكون مديتيشن نفس الحاله الكوشن هم نفس الحاله وبرجنانت والبريست فيدنج والهيباتيك والرينال كلها نفس باقي الفايبرينز. المونيتورينج هنا احتاج اسوي مونيتورينج للبلاد كاونت اول خلال اول سنه احتاج مونيتورينج للليفر فانكشن تيست همينه مونيتورينج همينه للكرياتين كاينيز خاصه اذا استخدمنا كومبينيشن ويا من ريال ستاتين. الجيفايبروزيل موجود على شكل تابلت هنا التابلت هي 600 ملي جرام موجود على شكل كبسول اللي هي 300 ملي جرام. هذا اللي هو معروف باسم التجاري اللوبيد اللي هو 300 ملي جرام كبسول والحبايه مالته على شكل 600 ملي جرام. وشكرا جزيلا لإصغائكم.